حلوا عينيكم، السيارة اللي راها تمشي اليوم ما عندهاش الريزيرفوار وما عندهاش الموتور، ميم تعطيه له باطل يقول لك وين ديرو. بدلوا التكنولوجيا، وحنا رانا مرتبطين بالمحروقات ومازال اقتصادنا معتمد على المحروقات. المغرب راه يستالي في 7 تاع لي ستاسيون نيكليير بور لو ديسالمون دو بور ليكتريسيتي، والمستثمرين تاع الخليج راهم يستثمروا تما عنده في هاد الطاقه لانها اقل تكلفه وهي رهان المستقبل. اسبانيا في برشلون المتر مكعب المتر كيب دو كوت 15 دينار الجزائريان، 15 دينار، وكوت مد الكهرباء كل منطقه برشلونة. إذن علاش الغاز والبترول ماهوش مشكل أسعار، مشكل سوق، مابقاش السوق. لذلك أنا لازمنا نعرف واش نديرو. رغم ذلك الحمد لله خارج قطاع المحروقات ما نحسبوه لا بدورو لا بعشرة دورو، الجزائر أغنى دولة في العالم، وهذا بفضل أرض الشهداء. أنا سميتها أرض الشهداء وغادي تعرفوا السبب علاش، لاننا اذا كان ما عرفناش الارض نتاع الجزائر وما عرفناش الجغرافيا تاع الجزائر ما نجموش نديروا تنميه. العالم كله فيه 40 مليون هكتار مناخ 4 سيزون 4 فصول، العالم كله فيه 40 مليون هكتار، الجزائر وحدها عندها 32 مليون هكتار، وكل العالم الباقي يتقاسم 8 هكتار، وحنا وحدنا عندنا 32 مليون هكتار. السبعه هذه راها مفيده جدا باش تعرفوا رهانات المستقبل وباش ننبهوا المسؤولين تاعنا لانهم مسؤولين عن الاجيال القادمه. اذا ما معناه ما اربعه فصول؟ لان النمو البيولوجي ما يتوقفش، لان المناخ معتدل طوال طول السنه. اربعه فصول معناه هذا يعطي انتاج نتاع المواد المضادة للأكسدة، سكون نابيل لي زونتي أوكسيدون. هاد المواد اللي راها مشهورة بها إسبانيا، البرتغال، جنوب فرنسا، جنوب إيطاليا، اليونان، دول الأدرياتيك، المغرب شوية، تونس شوية، وكذلك موجود في كاليفورنيا، في لا سيليكون فالي، ماشي كاليفورنيا، لا سيليكون فالي تاع كاليفورنيا، وموجود في المكسيك. إذا كان قارنا بين الاقتصاديات، سيليكون فالي شحال فيها من هكتار اللي تستفد من المناخ هذا؟ 3 ملايين هكتار، 3 ملايين هكتار. شحال ينتجوا في سيليكون فالي الامريكيين؟ 600 مليار دولار تاع مواد زراعيه، هي الاقتصاد الامريكي، هي لو بومون تاع ليكونومي امريكان. المكسيك عنده 900000 هكتار فقط، 900000 هكتار الاقتصاد تاعو مبني عليها. تجي من بعد كاليفورنيا كاين اسبانيا، مليون و 600000 هكتار، اسبانيا تنتج 400 مليار دولار تاع مواد زراعيه. لان السبب في هذا المناخ كاين نقطتي التقاء، كاين نقطه موجوده عند لوس انجلوس جايه في البحر، المفعول تاعها يكمل في البحر على 3 جهات، وجهة الجنوب تمس لا سيليكون فالي 300 هكتار، وتمس المكسيك 900000 هكتار. شكون اللي يقول لي النقطة الثانية وين موجودة؟ اللي يعرفوا الجغرافية تاع الجزائر؟ نقطة الالتقاء ما بين الخط المتوسط 35 والجرينيتش، وين جاية؟ في تيغ النيف، نفس المنطقة في تيغ النيف. إذن هاد الدول تاع البحر المتوسط كلها تتغذى من المناخ الجزائري، كلها احنا نعطيوها. كاين لا زون ا، كاين لا زون بي، كاين لا زون سي، وكاين لا زون دي. اسبانيا عندها 300000 هكتار في لا زون ا، 600000 هكتار في لا زون بي، و 700000 هكتار في لا زون سي. المغرب عندو الحدود الجزائريه بركان والمنطقه تاع بركان 150000 هكتار، عندو شبه متوسطي نتاع مكناس فاس، هو اللي هو بلاطو تاعنا، هو عنده واحد 300000 هكتار، احنا عندنا المقابل تاعها
الهضاب العليا والسهوب 60 مليون هكتار. باش تعرفوا الفرق بيننا وبين الدول المجاوره. عنده الاخرى اللي جايه من جهه محمديه، الدار البيضاء، القنيطره، تما جات بعيده في لازونسي، وكي تمشي لازون الاكادير وكل شيء راه تقترب من لازون دي، وهي دي زون كلاب. البرتغال عنده واحد 500 هكتار في لازون سي. فرنسا العدوه تاعنا اللي كانت عدوه تاعنا كانت مستعمرانا، عندها لا بروفانس 288000 هكتار في لازون سي. ايطاليا عندها 350000 هكتار في لازون ا اي بي سي. لي بيي ادرياتيك كيما نقولوا اليونان والدول هذوك الادرياتيك، اليونان ولايه عوهرن القوه الزراعيه نتاعها اكبر من كل اليونان. اليونان هذا دوله زراعيه. شحال عنده؟ عنده 200000 هكتار. الدول الادرياتيك كاع بيناتهم 150000 هكتار. لان علاش؟ لان السبب علاش؟ نعطيكم على سبيل المثال، هنا في الميتيجاور رانا في لازون ا، المنطقه الف مليحه، بصح كي تطلع القمه نتاع الشريعه رانا في لازون سي، وفي الوسط لازون بي، لخاطر لما نرتفعوا للعلو نفقدوا درجه الحراره. عندنا جوج راسي تامبور نور توجور جليد فيه. اذا كي نقارنوا المنخفضات اللي موجودين في العالم، نلقاو حنا عندنا في الشمال الجزائري عندنا 16 مليون و 500 الف هكتار. عاودنا الحوض تاع بيسكرا الواد والولايات المجاوره 9 ملايين هكتار، وعندنا الثوره 7 ملايين هكتار. هذا لو بروميي شوا. اي لو دوزيام شوا و تروازيام كاتريام شوا سي لو بلاتو اي لا ستيب، سي 60 مليون هكتار. اذا حنا نفوقوا امريكا 10 مرات زراعيا، 10 مرات. امريكا عندها 3 ملايين هكتار لا سيليكون فالي، وعندها 12 مليون هكتار في تكساس. تكساس كيما الهضاب العليا تاعنا كيما السهوب. اذا حنا عندنا 60 مليون هكتار اكثر من 5 مرات تكساس، وعندنا المنخفضات اللي كيما لا سيليكون فالي عندنا 10 مرات لا سيليكون فالي. اذا الاقتصاد تاع الجزائر غادي يكون اكبر اقتصاد في العالم، يكون اكبر قوه زراعيه في العالم. وزيد بالزياده المنتوجات تاعنا احسن منتوج. مثلا لما نشوفوا التمر في امريكا كراميل، التمر تاعنا تاع بيسكرا الواد وتاع الثوره سيدي فريكتوز دواء، التمر تاعنا دواء، التمر تاعهم ماكله ولاده. اذا زيت الزيتون احنا قادرين نجو زيت الزيتون دوبليزون، الربطه المزدوجه لا دوبليزون يعتبر دواء، لان لو بي اش بازيك. اسبانيا عندها الويل دو ريفيرت سناريا نافارا فيك الويلد، عندها 300000 هكتار هذيك اللي تعطيها لا دوبليزون. حنا عندنا الملايين من الهكتارات. احسن برتقال في العالم هو البرتقال الجزائري. اذا البرتقال الجزائري هذا مثلا نشوفوا امريكا غير تنتج اكثر من 150 مليار دولار تاع حوامض ما بين لا سيليكون فالي تاع كاليفورنيا وفلوريدا. لما تمشي للسوق الامريكي، تسيب برتقال يدير 10 دولار، وتسيب برتقال حضاه 2 كيلو بدولار. تسال علاش؟ يقول لك هذا نوعين تاع لا سيليكون فالي تاع كاليفورنيا، وهذا تاع فلوريدا، ماشي فيه الحموضه وكل شيء. لما تقارن البرتقال تاعنا تاع محمديه شلفوا هنا لا ميتيجا ولا الحوض تاع النابه ولا تاع بوسعاده، 1000 مره خير منهم الامريكيين. يشاهدوا بلي 1000 مره خير من تاعهم نتاع كاليفورنيا. اذا حنا عندنا الذهب فوق الارض ماشي تحت الارض، الذهب نتاعنا فوق الارض ماشي تحت الارض. لذلك احنا في 76 نذكروا في 96 تدخل تاع المنظمه الوطنيه لابناء الشهداء اثناء الاقتصادي والاجتماعي، ان باراغراف غير فقره من التدخل هذاك اللي كان قراه اخينا الطاهر بن بعيبش في النقاش الاقتصادي والاجتماعي. إن المتر المكعب من المياه إذا وجه للصناعة فإنه يأتينا بخسارة، وإذا وجه لسقي شجيرات الزيتون فإنه يأتينا على الأقل 10 لترات من أجود الزيتون في العالم التي تعطينا أمنا غذائيا وعملة صعبة. فلماذا أصبحنا نبدد إمكانياتنا في صناعة خاسرة غير قادرة على المنافسة؟
في حين أن بلادنا قادرة على الدخول في السوق العالمية ومن باب واسع في كثير من المواد الزراعية والخدمات السياحية. دكتور يجب إعادة النظر. نعم باختصار اختصار اختصار دكتور من فضلك. نعم نطلبوا منك الاختصار لأن الوقت يداهمنا وعندنا ضيوف. لا باختصار باختصار صح. يجب إعادة النظر في سياسة المياه وتوجيه الاستثمارات الكبرى نحو المياه باعتبار أن المياه تشكل الثروة الأساسية والدائمة للبلاد. السؤال المطروح كيف أن الجزائر استثمرت العشرات الملايير من الدولارات في المحروقات في حين أن الاستثمار في المياه لا يمثل أي شيء؟ يا هل ترى ما هو الأثمن الأكثر مردودا، الماء أم البترول؟ يجب استعمال الحساب والعقل محل العاطفة. لقد بات منذ الأزل إلى اليوم أن من يكسب المال يستطيع كسب كل شيء ومن يفقد المال لا يستطيع كسب أي شيء. إذن الرهان تاع الجزائر هو المياه، والمياه تاع البحر اليوم في التقنيات العصرية رجعت في متناول الزراعة. أنا شخصيا قلت لهم ما تديروش لي جي ان ال، قلت لهم ديروهم دي سالموندو. لو كان درناهم دي سالموندو هذوك الدراهم لو كان رانا نسقوا بهم 500 هكتار نصدروا 300 مليار دولار ونخدموا كل الجزائريين ونعيشوا كوم ديروا. إذن الشيء اللي نطلبوا به الشيء اللي نطلبوا به ماشي ضد الصناعة. الصناعة حتى تحلية المياه البحر صناعة، تحويل المياه صناعة، الزراعة بروحها صناعة، تحويل الزراعات صناعة، كله صناعة. أنا نمشي وين نربح ما نمشيش وين نخسر. وين راهم زايني زايني كما نقولوا هنا في العنابة. إسبانيا كانت عندها أكبر مركب للصب في فالونس، كي جا خوان كارلوس بلعوا في 24 ساعة. العمال احتجوا قلعوا فالونسيا حتى لمدريد على رجليهم. غلقوا إسبانيا، استقبل لروا خوان كارلوس، استقبل لي ريبريزونتون تاع العمال، قال لهم وين راه المشكل؟ قالوا لهم تشاتشو واش ياكلوا؟ قال لهم واش ياكلوا؟ قال لهم كال شون لي سالير؟ قال لهم اونتر 300 600 بيسيت هذاك الوقت، 300 بيسيت و 600 بيسيت. قال لهم شيء بسيط، اللي يخلص 300 نمشي لدارو نعطيه 600، واللي يخلص 600 نمشي لدارو نعطيه 1200. واش داروا من بعد؟ قال لهم ثقوا فينا، حولوا هذوك المياه حولوهم سهل، راه قبل طهران ما بين بنيدورم وسي فالونس 150,000 هكتار. الدول الجزائريين تاعنا، الدول العمال تاع المزارع تاعنا تاع محمديه شلفوا المتيجه، غرسوا لهم البرتقال في 150,000 هكتار. اسبانيا تصدر 30 مليار دولار تاع حواميض، احنا نقلعوا المال الحواميض ونمدوها لصناعه خاسره. ايه هذا هبال، هذا هبال. والمواد هذه المواد هذه المضاده للاكسده، المواد المضادة للأكسدة أصبحت سوق عالمية لأنها مرتبطة بالصحة، تقي ضد السرطان، ضد أمراض الشرايين، ضد عدة أمراض. إذن أصبحت عندها غير الصين تطلب 300 مليار دولار، إلا الصين. شوف الهند، شوف دول كل الآسيوية الباقية، أوروبا، أمريكا، كل شوف كل دول.